نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة طنطا بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بطنطا لليوم الثاني على التوالي حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وشهدت الحملة التي تستمر لمدة أسبوع إقبالا كبيرا من طلاب كليات جامعة طنطا. الحملة تأتي في إطار دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى التبرع بالدم أقل شيء يتم تقديمه للفلسطينيين في غزة ولتقديم يد العون، والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ أرواح الأبرياء.